إذا للوقوف على التطورات فيما يخص أزمة النازحين في العراق على ضوء التقرير الذي أصدرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناشط الحقوقي حسان الشهابي. أستاذ حسان، مرحبا بكم. يعني بداية، إذا كان عدد النازحين في العراق بحسب تقديرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلغ 1,200,000 شخص، فإن الذين يستحقون المساعدات بلغ 2,500,000. ولكن السؤال المطروح هنا أستاذ حسان، يعني هل ترى أن الحكومة في العراق تقوم بما يلزم تجاه هذا العدد الكبير من النازحين وأيضا من مستحقي المساعدات؟ نعم، تحية طيبة لك وللمتابعين الكرام. حقيقة المسألة أنه ليس كل مخيمات العراق مدونة أو موثقة لدى الحكومة العراقية. العديد من المخيمات لا زالت في الأنبار وجرف الصخر وصلاح الدين والموصل وغيرها لا تذكرها الحكومة، وتعتبرها مخيمات عشوائية. وإلى الآن ليس هناك جدية من الحكومة في حل مسألة النازحين في العراق، رغم وضعها في الوثيقة السياسية لتحالف إدارة الدولة. بل بالعكس، تتحجج الحكومة وممثليها بين قوسين بمعوقات أمام تنفيذ برنامج العودة للنازحين أو مساعدتهم وحتى مستحقاتهم. تتحجج بالتحديات الأمنية والعشائرية والاقتصادية والخدمية إلى آخره. وبصراحة انتشار الفساد المالي والإداري تسبب بضياع حقوق النازحين وساهم في استمرار لمعاناتهم ونقص مستحقاتهم الغذائية والدوائية وغيرها. أستاذ حسان، على ذكر جدية الحكومة في حل أزمة النازحين، برنامج الأغذية العالمي ينسق مع الحكومة في العراق لدعم وصول المساعدات للنازحين، مع ذلك يشتكي النازحون من ذلك من قلة الدعم. إذن أين تذهب هذه المساعدات من وجهة نظركم أستاذ حسان؟ نعم أخي الكريم، منذ بداية النزوح وإلى يومنا هذا نلاحظ وجود تهم فساد تتعلق بسرقة مستحقات النازحين من قبل سياسيين وأحزاب متنفذين بالسلطة وباعتراف بعضهم طبعا. وبحسب ما وصلني من أحد العاملين بالفرق التطوعية أن هناك ضباط وعناصر في الأحزاب يقومون بسرقة المواد الغذائية والأدوية وغيرها وحتى الألبسة، يعني بعض المستحقات البسيطة من المخيمات وبيعها بالأسواق المحلية، حتى أصبح أغلبهم اليوم من كبار التجار. هذا الأمر أثر كثيرا على النازحين ووضعهم الصحي، مما سبب انتشار أمراض وأوبئة وجوع وأمراض تغذية خاصة بين الأطفال، في وقت تكافح فيه منظمات مدنية محلية ومتبرعين لسد حاجتهم الماسة. نعم. أستاذ حسان، في تصريح لوزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، صرحت أكثر من مرة بنية الحكومة إغلاق مخيمات النزوح، وذلك أرجعت ذلك قالت بسبب قلة المخصصات. كيف تنظرون إلى هذا التصريح من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين؟ نعم، هذه الهتافات نسمعها دائما من الوزيرة والبرلمانيين وغيرهم من السياسيين، هو فقط وعود كاذبة، لأن هذه المخيمات تدر على الساسة والأحزاب وغيرهم من المتنفذين بالسلطة بملايين الدولارات بل حتى المليارات. هم يعتبرون المخيمات باب يعني لكسب الأموال من جهة، وأيضا يعتبر مكان لكسب أصوات انتخابية باستخدامهم ورقة في أيدي النخب السياسية، خاصة مع كثر عددهم الذي يتجاوز المليونين اليوم. الانتهازية بين الكتل السياسية توظف النازحين كأحد أوراق اللعبة الانتخابية. في تقديري يعني يجب الوقف الفوري لهذه المزايدات السياسية اللا إنسانية التي تتلاعب بمصير وحياة النازحين، كما يجب على الحكومة أن تسعى وبشكل جدي على حل هذه المعضلة التي استصعبتها الحكومة العراقية. وللأسف الشديد
مثل هذا الموضوع يعتبر معضلة لدى الحكومة. نعم. أستاذ حسان، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق دعا الحكومة إلى ضمان سلامة ورفاه سكان المخيمات، ولكن هناك انتهاكات متتالية ضد من يسكن هذه المخيمات، ولكن في ضوء هذه المطالب هل تستطيع الحكومة تلبية مطالب الأمم المتحدة برأيكم؟ نعم، في الحقيقة النزوح والتهجير عبر كل الوسائل التي اتبعها الاحتلال وما بعد الاحتلال هي بالتأكيد لتفتيت هوية المجتمع وتقسيمه وتقسيم حتى المقسم. هذه لم تكن صدفة بريئة طبعا. كل مدينة يتم تهجير أهلها إلى مدن جديدة وواقع جديد داخل وخارج العراق، يتحول أهلها خلال ساعات إلى نفوس مكسورة مقهورة لا تملك بيت ولا تملك كيان، بعيدين عن كل محيطهم الذي ترعرعوا فيه معززين مكرمين إلى مسمى ثقيل وهو النازح. هذه الكلمة لوحدها ممكن أن يعيش فيها الإنسان أسوأ أيام حياته، ناهيك عن وجود لا وجود للأمل للعودة في ظل سيطرة الأحزاب وما شابه. من إسطنبول الناشط الحقوقي حسان الشهابي، شكرا جزيلا لكم.